احتفى إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لمملكة ليسوتو بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش والملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو. وفي كلمة له خلال هذا الحفل اعتبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن مملكة ليسوتو حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الخمسين الماضية، وأن المبادرات التي تم اتخاذها في قطاعات الاتصالات الرقمية والمياه والطاقة قد تركت أثرا إيجابيا على شعب ليسوتو. من جهته أكد الملك ليتسي الثالث أن إكسبو 2020 دبي يوفر لبلاده فرصة نادرة كي تظهر للعالم ما لديها من إمكانات، مهنئا حكومة دولة الإمارات على هذا النجاح الكبير في تنظيم الحدث العالمي. إن المبادئ الرئيسة للتسامح والشمول والاحترام المتبادل باتت طريقة حياة في دولة الإمارات، ونحن فعلا مسرورون جدا باستضافة إكسبو 2020 بمشاركة 192 دولة، ونتطلع قدما للاحتفال أيضا باليوبيل الذهبي على تأسيس اتحادنا مع الأسرة العالمية هذه لجميع الدول، حيث أن دولة الإمارات تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيس اتحادها. نحن متحمسون جدا بأنكم تنضمون إلينا في هذه الرحلة التاريخية والخالدة، لأننا نؤمن بموضوع إكسبو 2020 تواصل العقول وصنع المستقبل. نقدر هذه الدعوة المبنية على التضامن والاحترام والمحبة من قبل صاحب سمو الشيخ محمد، لأننا نؤمن بأن إكسبو 2020 سوف يؤمن لمملكة ليسوتو فرصة نادرة وذات قيمة عالية لكي تبين مملكة ليسوتو للعالم ما بإمكان هذه الدولة الصغيرة والجميلة أن تقدمه للعالم، كما وأننا بالطبع نهنئ دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات على وجه الأخص في إمارة دبي على هذا النجاح.